الموبايل سلمى اتفتح. ايه يا سلمى انت كويسه؟ طب بقول لك ايه، في ناس هنا بيقولوا ان هم عارفين مين اللي خطف ليلى ويونس. جايه؟ هاتيها. ايه يا سلمى؟ انا سليم. ما تجيش البيت متراقب، الحكومه كانت هنا. ابعتي لي اللوكيشن المكان اللي انت فيه، وانا لما اجي لك هنشوف هنعمل ايه. يلا بسرعه. سلمى، انت كويسة؟ فين الناس اللي قالت عليهم دينا في التليفون؟ استنينا عند المكان اللي فيه الولاد. يلا بينا. كل الغرض تقديم المساعدة لزوجة الأخ حازم مش أكتر. إياك التورط بمشاكل إلها علاقة بالداخلية. أمرك يا أمير. هما دول؟ آه هم. أنت مطمن للناس دي؟ مفيش قدامنا حل تاني. فين ولادي؟ ايه يا اخت سلمى، ما تقلقيش. انا ياسر اللي كلمتك وطلبت اذن بالزياره عشان اجعزيكي. ان شاء الله الولاد هيبقوا في امان. هي دي الفيلا، احنا هنتصرف وندخل نجيب لك الولاد. انا مش عايزه ادخل حد معايا في اي مشاكل. ايا كانت المشاكل احنا معاكي، مش هنسيبك. خلي رجالتك يمشوا دلوقتي حالا من المكان اللي هم فيه. تمام، حاضر. ابو زياد ارجع ارجع ليه؟ احنا وصلنا خلاص. الو الو، انا اسف يا جماعه، لازم نمشي دلوقتي. ايه تمشي تروح فين؟ انت كنت بتكلم مين؟ ده اخ من الاخوه. يلا سعيد. استنى هنا، هو انت مش قلت هتساعدنا؟ بتكلم مين؟ فهمني. انا من الاول مش مطمن لكم، انتوا جايبيننا هنا ليه ولمصلحه مين؟ للأسف جالنا أوامر ما نكملش معاكم. أوامر من مين ذات السابل؟ يا معلم!